مرحبا بكم في فيديو جديد وانا باقي في بونتا كانا. دخلت لهاد السطور باش ناخذ منه قرعه الماء ولقيتهم كيبيعوا واحد الحاجه اللي ما كتتوقعش. لقيتهم كيبيعوا السرديل ديال المغرب كيف ما كتشوفوا معايا. هذه هي الاثمنه ديالو، هذا تقريبا ب 2 دولار وهاد الثاني هذا ديال الزيت بدولار فاصلة 79. غننزل للبحر باش ناكل هاد السرديل وغندير واحد الساندويتش تما. خليكم معايا وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب عندي في الفيديو ويلا نبداو الجوله ديالنا. وهذا هو السرديل اللي سبق لي تكلمت عليه كيتباع عندهم هنا في الماركت، وهذه هي الأثمنة ديالو. خديت دابا هاد الترين هو اللي غينزلني البحر، وفي الطريق ديالي للبحر غنقربكم من هاد المنتجع اللي حنا جالسين فيه واللي الاسم ديالو ريالتون بافارو لكشوري ريزورت. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا الريستورون في البول على شكل فود تراك. حنا دابا في بونتا كانا وبالضبط في بافارو بيتش اللي كتعتبر احسن بحر هنا في بونتا كانا. وكيتلقوا على بونتا كانا لقب كوستا ديال كوكو او ساحل الكوكونيت، وهذا اللقب نسبه لهاد النخيل ديال الكوكونيت اللي منتشر هنا على طول الساحل ديال بونتا كانا. وهاد البحر اللي كتطلع عليه بونتا كانا هو البحر الكاريبي اللي معروف بهاد النقاء ديالو بهاد اللون ديالو الازرق. والطول ديال الشريط الساحلي ديال بونتا كانا هو 32 كيلومتر ومعروفه كذلك بهاد الرمال ديالها الصفراء اللي ذهبيه. وكتعتبر بونتا كانا واحدة من أهم الوجهات السياحية المشهورة في العالم، والبحر ديالها كيتصنف من أحسن 10 شواطئ في العالم. من بعد ما نزلت لابلاج وتانستاليت، أنا غناكل دابا الساندويتش ديالي. Thank you.
تحس براسك بحال مبحر في عين دياب، ولكن عين دياب 4K. عرفتي عندي الغدا فابور في هذا الهوتيل، ولكن من شفت الساندويتش ديال الطونو الحرور سامحت فيه بصراحه، شحال هذه ما كليته. خانزو بنين ديال المغرب. هاد المناضه بارده، يا سلام. تعيش أجواء ديال المغرب. صراحة كاين اليوم واحد الجو زوين اللي كيشهيك تمشي دير شي عومة. من بعد ما ساليت الساندويتش ديالي غنمشي دابا نعوم وبخير. وسبح لي عملت واحد التجربه هنا في بونتا كانا ديال باراشوت، واللي بغى الفيديو راه عندي في القناه. من بعد ما كليت الساندويتش ديالي غندخل ندير دابا واحد العومه، يا سلام. دخلت لهاد ستور هذا باش نشري شي سوفونير وغنشوف شنو عندها. كيف ما كتشوفوا معايا دخلت هنا لهاد الستور باش ناخذ شي سوفونير لصحابي. عجبني هاد البورتكلي هذا اللي فيه بونتا كانا وفيه الرمله ديال هاد الجزيره، وعجبني هاد الكادر حتى هو اللي تقدر دير فيه شي تصويره. عزلت هادو بثلاثة، عجبني هذا اللي فيه الخريطة ديال الدومينيكان وفي بونتا كانا، وهذا البورتك اللي فيه الرملة ديال الجزيرة، وهذا واحد الكادر تقدر دير فيه لي فوتو ديالك. من بعد ما شريت هادوك الجيفتس غنمشي نلعب دابا واحد الماتش ديال الفولي. وغنخليكم تستمتعوا بهاد المناظر ديال غروب الشمس في بلايص مختلفة في بونتا كانا.
نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم وتكونوا قضيتوا معايا واحد الوقت اللي زوين من هاد الاجواء. كنقول لكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وسبسكرايب عندي في القناه، وما تنساوش تشتركوا في باج انستغرام وباج فيسبوك اللي هما نفس الاسم ديال القناه ياسين يو اس اي فلوجز. نشوفكم في حلقه جديده في موضوع جديد. وثانكس فور واتشينغ.